انا الصراحة غصب عني اتولدت لقيت نفسي في ملعب الباسكت. بابايا كان دايما يروح التمرين ومامتي اوريدي هناك، اخواتي بيلعبوا باسكت فكنت معاهم، يعني دايما معاهم في ملعب الباسكت، كنت بس بروح اللي هو العب الكورة جنبه. فهو ساعتها كان اللي هو يعني يشوف هي لسه صغيرة هتعمل ايه. لعبت سباحة، لعبت جمباز، لعبت باسكت من وانا صغيرة قوي، كان سني اصغر من سن اي حد بيخش. يعني بدأت العب باسكت وانا 4 سنين، داخله في 5 سنين، كنت صغيره جدا. باباي كان مبسوط قوي اللي هو ولاده كلهم بيلعبوا باسكت، وان هو كان نفسه ان هو طبعا نشيل اسمه بعديه في كره السله. فالحمد لله يعني طلعت اللي انا حابه الباسكت وقدرت يعني ان انا اكمل فيه. انا بدات في الاهلي من وانا عندي 4 سنين، دخلت 5 سنين كده، كنت دخلت في الاهلي. كنت دايما كل سنه بطلع للفريق الاكبر، كنت دايما متصاعده او مع الفريق الاكبر مني. رحت منتخب، كان اول منتخب ليا ساعتها، كنا بنلعب منتخب افريقيا تحت 16 سنه. رحنا هناك اخذنا تاني، وبعدين تاهلنا كاس عالم. ولما رحنا كاس عالم بقى عادي عملت صداقات مع بنات تانية في اسبانيا، في ليتوانيا، وفي المانيا، وبدات اللي هو يتكلموا معايا وقد ايه هما بيفكروا ان هما نفسهم يعني يروح الدوري الامريكي ويلعبوا. هي كانت حاجه جوايا من زمان كان نفسي احققها، ان انا عليا محمود واحده بحبها جدا وبعزها في نادي الاهلي. كنت دايما نفسي اللي هو اعمل زي يعني اخد مصيرها واعمل زي ما هي كانت بتعمل. وهي كانت سافرت امريكا، وكانت انا فاكره كانت دايما تقول لي ده لازم تعمليه وكده. بعد كاس العالم، بعد ما خلصنا كاس العالم، لقيت ان في جامعات بيحاولوا يتواصلوا معايا ويحاولوا يخلوني اجي امريكا. الموضوع دخل في دماغي اكتر، بدات اللي هو لا انا لازم الموضوع ده يعني القرار، لا اما انا هعمله واحطه هدف قدامي واوصل له، لا اما اركز في يعني خلاص. فانا اخذت القرار الحمد لله اللي انا لا ده هدفي، انا هوصل والعب في الدوري الامريكي، وبعد ما اخلص الدوري الامريكي ان شاء الله ابتدي مشوار الاحتراف بتاعي. انا كنت دايما بتصعد سنه اكبر مني، انا لعبت 16 3 سنين، صعدوني سنه من 14 بدري عشان كنت عايزين صعدوني سنه من 16 بدري عشان اقدر العب مع الدرجه الاولى. وبعدين حصل قرار في الاتحاد ان هما ما ينفعش، لازم يبقى على الاقل عندك 17 سنه عشان تلعبي مع الدرجه الاولى. فساعتها اضطريت قعدت 3 سنين 16. كنت يعني فرقتنا كانت قويه جدا، كنا اقل جيم بنكسبه 15 20، كسبنا كل حاجة. يعني مظنش ان في اي بطولة ضاعت مننا تحت 16 سنة او تحت 18 سنة. اول سنة 18 سنة كنت خلاص اساسي بلعب مع الدرجة الاولى، وكانت اكتر سنة ممكن اكون استفدت فيها من كل حاجة، ان انا كنت بلعب مع ناس عندها خبرة فعلا كبيرة جدا. ناس انا اصلا زي علي محمود كنت انا من وانا صغيرة ببص للناس دي اللي هو يعني ان شاء الله اكون زيهم او حاجة زي كده. فاللي انا اصلا اطلع معاهم فوق وكنت بشوفهم بيتمرنوا ازاي وبيتكلموا ازاي وبيتعاملوا مع مواقف في التمرين ازاي ومواقف في النشاط ازاي، ده زادني خبره جدا جدا جدا، وزادني خبره في تجربتي بعد كده لما سافرت. وكان دين اللي هو حتى اللي انا اتعامل مع مثلا شخص، يعني مثلا في الجامعات انت يعني انا مثلا كان معايا ناس اصغر مني مثلا في اخر سنه عشان انا كنت خلاص اخر سنه، وكان في ناس مثلا اول سنه. فزادني حته ان انا بقيت اعرف اتعامل لو شخص اصغر مني اللي هو اديله ثقه في نفسه ازاي، اتعامل معاه ازاي، كل الحاجات دي فادتني جدا. سواليس الموضوع ان انا قبل السنه اللي سافرت فيها دي كان جالي سكولرشيب تانية وكنت خلاص هسافرها. بعدين جالي العب كاس عالم مع منتخب تحت 19 سنه كنت متصعده فيه، كانوا يلعبوا كاس عالم في روسيا، وكان عندي 3-3 في كازاخستان، وكان عندي بطوله وجالي استدعاء العب اخش منتخب الدرجه الاولى. ما كنتش لسه تميت 17 سنه، فدي كان كل دي حاجات كبيره عليا، واللي هو انا ما كنتش اقدر اقول اللي هو ايه لا انا مش هلعبها عشان لازم اسافر عشان عندي دراسه. فانا ساعتها اتكلمت مع الجامعه بتاعتي الكوتش هناك وقلت لها ان انا محتاجه ان انا اقعد مثلا السمستر ده، او ان انا اقعد اجي مع الدراسه متاخره علشان العب مع المنتخب والبطولات. وطبعا ما ينفعش، واصلا فكره ان انا العب اخش مع المنتخب الاول دي كانت طبعا حاجه كبيره جدا، وان كنت سني صغير قوي عليه، فهم ما كانش عندهم اي مانع. بعدين حصلت هناك انت يعني الابسنس دي، يعني الغياب بتاعك يعني ممكن يعني اخد اف في الكلاس عشان انا مش بحضر. يعني قعدنا نروح ونيجي انا والكوتش بتاعتي، قالت لي طيب
تعالي السنة اللي بعديها. بعدين في هما كل سنة اكيد بيمضوا ناس، فانا كنت عرفت ان في واحدة كانت يعني اتنين كانوا ترانسفيرز من جامعة تانية، اصلا كانوا مخلصين جامعة وكان قصتهم سنة كمان يلعبوها، كانوا رايحين الجامعة دي. فانا كنت عارفة ان اكيد واحدة فريشمن جاية على الجامعة دي، يعني هم وهما بيلعبوا نفس البوزيشن بتاعي، اللي هو اكيد انا مش هعرف العب زي ما انا كنت عايزة ورايحة وفكري كان عامل كده. ساعتها حصل الظروف وكده، واتكلمت مع الكوتش بتاعتي وقالت لي قرارك وشوفي انت عايزة تعملي ايه، ولو مش عايزة ممكن نأجلها للسنة الجاية، ممكن تخلصي كل ده براحتك وتأجلي السنة الجاية. المهم في الاخر انا روحت كاس عالم، قبل ما روحت كاس عالم بتاع روسيا، وبعد كاس عالم بتاع روسيا اتفتحت لي سكولرشيبس تانية خالص من جامعات تانية مختلفة تماما. فساعتها انبسطت ولقيت اللي هو انا يعني زي كده قلبي مستريح للجامعات التانية، الناس اللي كنت بتكلم معاها. وساعتها قبل ما اروح 3 على 3 بتاع كازاخستان كنت اوريدي يعني اتفقت مع الجامعة اللي انا روحتها دي اللي انا هروح لهم. فخلاص خلصت 3 على 3، كان عندي في منتخب اللي هو تلعب في افريقيا منتخب سني. حصل لي نفس المشكله بالظبط تاني، قالت لي انا كنت ساعتها في كلاسز، فقالت لي انت كده هتغيبي اكتر من نص السمستر الاولاني لو انت لعبتي البطوله، ومعنى ان انت على سكولرشيب وانت يعني انا كده مش هقدر اعدي الكلاسز بتاعتي، فمعنى لك كده انا مش هفيدهم رياضيا، مش هعرف العب. انت هناك لازم جي بي اي معين ولازم تعدي حاجات معينه عشان تقدري تلعبي، بلس برضو انا اول سنه وحد من مصر وهم عمرهم ما خدوا الاكسبيرينس دي مع حد تاني، وحتى عارفين الناس اللي بتيجي من يوروب لامريكا الانجليش بتاعهم ممكن يكون فيه صعوبات في الاول، بيبقى عندهم برضو الكالتشر شوك دي بتاعتهم، مش عارفين اللي هو مصدومين من كل حاجه بتحصل وفي ناس بتبانيك، فهم ما كانواش عارفين ازاي يعني انا هتعامل اول سمستر او اول سنه، فهم كانوا خايفين برضو من الحته دي. وما كانش قدامي حل تاني ان انا اضيع الفرصه تاني واعيد كل ده سنه كمان او اتاخر كمان سنه، لان انا كنت اوريدي اتاخرت سنه عشان، فانا ساعتها كان لازم اخد القرار ان انا اسافر. وساعتها اتكلمت مع المدربين في المنتخب وفهمتهم السيتويشن كلهم كله وكل حاجه، وساعتها الاتحاد طبعا كان فيه مشاكل بس. وبعدين لما انا سافرت والاتحاد رجع عن قرارات ما عرفتش بقى ان انا انزل تاني اقدر اشارك معاهم في اي حاجه، لان دوري الجامعات ما مش زي مثلا في اوروبا فيبا فبيقف لما بيبقى في منتخب، المواعيد مختلفه تماما. وانا سكولرشيب فاللي هو انا تحت يعني، لو الكوتش بتاعتي قالت لي ما اتمرنتش مع النادي الاهلي مثلا لو انا نزلت اجازه في الصيف مش هقدر اتمرن، ما كانش اصلا الوقت بيسامح، كان بيبقى دايما عندي ماتشات لما بيبقى في افريقيا او في اي حاجه. فبس الموضوع اتحل خلاص يعني. لا انا اصلا بحب اللعب على 3 على 3 جدا، وانا كنت سافرتها كاس عالم في كازاخستان كنت انبسطت فيها جدا، وفيها غير ان انت بتلعب 3 على 3 فيها جيمز تانية، فيها سكيلز جيم كده، انا كنت فاكرة كنت طالعة فيها رابع على العالم في المهارات دي، فيها شوتينج جيمز بيبقى 3 بوينتس، هي قوانينها مختلفة جدا، التحكيم بتاعها مختلف جدا جدا جدا، وهي لعبه بتكون اسرع بكتير قوي عن 5 على 5، مثيره فعلا جدا يعني فعلا، ان انت لو حد يلعب باسكت ويقدر يقولك ان اللعبتين مختلفتين فهما فعلا الاتنين مختلفتين.